يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة مهمة جدا ودسمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المهمة وتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وعندنا أكيد بعض الأخبار والأمور المحلية والعالمية اللي ممكن نتطرق ليها على مدار حلقة اليوم من هذا البرنامج. دايما تواصل حضراتكم معنا بيكون مهم بالنسبة لنا، فبالتالي سؤال حلقة النهاردة هو بيتعلق برسالة لو حضراتكم حابين توجهوها للاعبي النادي الأهلي قبل النهائي الأفريقي يوم الجمعة بإذن الله تعالى، وهي رسالتك إيه للاعبين، وهناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير تحديدا من حلقة اليوم. قبل ما نروح للتفاصيل والأخبار المهمة اللي بتتعلق بالنادي الأهلي، خلينا دايما نبتدي بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: معلول يصل القاهرة وينضم لمعسكر الفريق استعدادا لنهائي أفريقيا. لسه مع الأهلي، يا الأهلي يواجه مصر مقصة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. أما في الترند العالمي: صلاح ضمن القائمة المرشحة لأفضل لاعب في القرن 21.